بس ايدك حاج تعذب حالك وتعذبني معك. استاذ انت بحياتك ما انهرت هيك؟ كسرني يا ام حازم، كسرني. ما عاش اللي بده يكسرك. لا عاش، عاش وانا السبب انه عاش. لك انا ابوه اللي بحياته ما اذى حدا، هو عم يستمتع ان الناس تأذيني قدامه. اقسم بالله تمنيت لو حكى كلمة حرف، لو عمل حركة فيها خجل من السنين اللي حملته فيها فوق كتافي. معلم انا اسف بس الولد طلع قليل اصل. لاني حمار، حمار وما بعرف ربي، لاني حمار. لا يا ابو علام، الوردة بتخلف شوكة، تافه بيخلف وضيع، هيك بتزبط أكتر. اي نوفل، شو صار معك؟ شلون يعني ما حدا عارفه؟ انت سألت منيح؟ لك مو الحق عليك، الحق على الجحش اللي طلب منك. نوفل ليك بدك تجيبها، يعني بدك تجيبها، بدك تلاقي لي عنوانها بأي شكل. أنا هذا الحكي ما بفهمه. وحياة الله بتبطل تاخذ مني ولا فرنك، ها؟ بتبطل تروح تسهر معي، هي عم قلك. ما بترجع لتلاقيها نوفل، فهمت؟ الله معك. يا عم ما اشحشك. طلبك لا تروحي. شو بدي ساوي؟ خلص إذا طلبك روحي على البيت. طيب ماشي، ديري بالك أخوك. اي ماشي. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. طيب عم قلك الحمد لله على السلامة، ردي. الله يسلمك. شو قال؟ عينك واصل رئيسة قسمة القص؟ ايه. بس كأنه كان اتفاقنا انه نزيد لك راتبك بس. والله انا ما طلبت شيء. شكلك عم تزبطي له اموره. كل أحوال مرئي لعندي على المكتب، حابب بارك لك بالمنصب الجديد. صباح الخير معلم. صباح الخير، أهلين نادية. معلم علام بالمعمل. علام؟ عمل شيء؟ لهلأ لا، بس من شوي كان قسم القص. يلا ليتني، أنا بالمزرعة هلأ جاي، ما بطول. Thank you.
علام. قلت لك على شغلك. حاضر. دائما بتجي بالوقت الغلط. سبق وقلت لك انه بنات المعمل خط احمر. واو هات حلو ظريف. ولك اخر شيء كنت متوقعه بعد فصل خالتك انك تتجرأ وتجي على المعمل. ولك فنيت حالي قدامك كل العمر، كل عمري وانا دللك وانسى حالي. ولك كل طلباتك أوامر، حتى أحلامك كانت أوامر. كبرت شوي وصرت تكذب على اللي حواليك. من محبتي لألك اعتبرت كذبك زكى. بعدين صرت تغش كل الناس اللي حواليك. قلت معلش عم يحاول يتزاكى على اللي حواليه، بكرة بيصير. فشلت بدراستك بعد ما جبت لك أحسن أساسة بالدنيا. قلت ما مشكلة، بكره بيستلم المعمل من بعدي وبتزبط اموره. ولك تلاعبت بعواطف بنات الناس وحليت وسخاتك كلها على حساب كرامتي. قلت ما مشكله، طيش شباب ومراهق. ولك وبعدين؟ وبعدين؟ ليش جاي لهون؟ ليش ممنوع؟ انا اللي بسأله لك؟ ليش جاي لهون؟ جاي على شغلي. من يوم وطالع ما عاد لك شغلهم. عفوا؟ مثل ما سمعت. وبدك تعرف ليش؟ المسا بالبيت بنحكي. انا ماني راجع على البيت. معناتها بس تفكر ترجع على البيت بنحكي. لبرا معك. يعني بدك اياها تعلق على الاخر. شو لك؟ ما في شيء، بس تذكر انك انت اللي بلشت. اطلع لبرا بدك. اطلع لبرا! طالع نتواجه. لك ليش ليش؟ ما قلت لك ام حازم اذا طلبك بتروحي على البيت؟ لا استاذ والله. والله شو؟ لك والله شو؟ بدك تورطينا بقصة جديدة يعني؟ ولك ليش ما رحتي على البيت ولا تحججتي بأي شيء؟ يا أستاذ ابنك ممكن يسود عيشتي. ولك مين صاحب المعمل؟ أنا ولا هو؟ حضرتك أكيد. لك ليش خايفة منه؟ يا أستاذ استغفر الله العظيم. أنت ما بتعرفه لأبنك علام. بتعرف إذا رح أخبر أهلي ممكن يسودوا عيشتي. أنا مو ناقصني بهدلة أكثر من هيك. لا اله الا الله. روح على شغلك يا بنتي. روحي بس يا استاذ وحياتك. خلاص روح على شغلك. حاضر. تفضلتي. عامل بعبع على العالم الكلب. اعطيني باب الرئيسي يا ابني. ابو زيدان اسمع، علام ممنوع يفوت على المعمل. ممنوع يفوت على المعمل تحت اي ظرف. بدي اسحب منه كل الامتيازات، بدي اسحب منه سيارة، وبدي طول بالك معلم. لك شو طول بالي؟ شو طول بالي؟ الولد خرب خرب. بدي والله ماني عارفان شو بدي. والله ماني عارفان شو بدي. الله يخليك تهدى. والله أنا خايفة عليك. إذا بيصير لك شيء ما بتروح إلا علينا وبينهد المعمل على روسنا. يا ستي انهد. الله وكيلك نرتاح. تفضل. شو بدك؟ مدام في محضر بده يشوف الأستاذ واصل. بده يشوفك واصل بيك. شو بده؟ ما بعرف، بس معه ورقة بده يسلمك إياها ويخليك توقع على محضر الاستلام. خليه يتفضل. صباح الخير. أهلين صباح الخير. حضرتك واصل بيك؟ تفضل. كيف توقع على استلام أمر المحكمة؟ شوف.
تفضل دكتور. يلا. دخيلك يا دكتور، حرارته ما نزلت عن الأربعين وطول الليل عم بعمله كمادات بردة وما مشي الحال. طيب وين موجود؟ تفضل هون. يلا. تفضل تفضل. تفضل. بسم الله. رح نتبادل يا ريم. بهذا؟ ايه. شو في؟ تعلمنا وقلنا عليه وسخة. ما فهمت. المعمل اللي بنشتغل فيه طلع العلام مو الأستاذ واصل. شو؟ مثل ما سمعتي. واليوم إجا محضر سلم وأمر المحكمة بتسليم كل الأملاك لعلام. ايه. شو ايه؟ علام ما بيطيقني ولا بيطيقك، يعني بكرة إذا استلم المعمل رح نصفي برا. أنت متأكد؟ هلا قريت القرار والأستاذ واصل طلع مثل المجنون ما بعرف لوين. نعم على هالسمع، بس أنا سمعت العمال عم بيقولوا بعد المشكلة اللي صارت الصبح على الباب علام مستحيل يسترجع يدخل على المعمل بقى. لا كتير فالحين ها. طيب وأم حازم؟ يا ستي حتى أم حازم بتكون خايفة على حالها. والعمال؟ ما بعرف، جيت لحتى خبرك بركي بنلاقي حل. الزايحة ما بتطلع مني، بس والله اللي عم تعمليه بيخلي الملاك يصير شيطان. اقسم بالله بقتلك بقتلك بقتلك، مو مثل قتلك تبع ابوكي، لا بقتلك على الخالص. واذا علقت بيني وبين ابني بسببك او كنتي واحد من الاسباب ورحمة اختك بنفسي. ولك نزل ايدك نزلها. نزلت، بس تذكري والله العظيم بقتلك. انت ما بيطلع لك تقتل نملة، روح روح اقتل حالك. قال بدي يقتلني، قال انت مشكلتك مع نفسك لا مع الناس ولا مع ابنك الفاشل. وقت اللي بتفشل بتربية ابنك وبتذله بده يذلك. اذا انت تربيتك فاشلة انا شو دخلني؟ اه لك انت من شو مصنوعة؟ من شو مصنوعة؟ انا اكتر حدا بالعالم طيبة. اسمعي اخر كلام. انت اللي بدك تسمع. اذا بتهوي من ناحية هذا البيت بدي اطلب الشرطة. ما رح اخليكي تستني تخبري الشرطة. انا اللي رح خبر الشرطة. رح بلغ عن جريمة قتل. شو عم تساوي؟ ربي مرتك عسل ما علي ما شنقتها. لك خلي حالك انت بيتي شبك. لشو انت حامي؟ يا رجل عندك ابني عدوي. ايه بس مو هيك بتنحل الامور يا واصل. بعدين انت فايت على بيتي بغيابي وهي مو على ايدك. يا رجل حرام حرام والله العظيم، الشيء اللي عم يصير حرام حرام بحق الانسانيه وبحق العيله حرام. يا واصل ابنك انتزع وما في حاجه حدا يحرضه عليك. لك صدقني لو انا شايف نتيجه كنت بقص لسان اللي عم يحرضه عليك، بس ما في نتيجه. الولد خربان، عم تفهمني؟ الولد خربان. طيب والحل؟ هل هو ابنك؟ ماشي خلي مرتك تحل عن الصبي وانا بعرف كيف اتصرف مع ابني. عجبك هيك؟ لك الف مره قلت لك رح تقلع وما كنت تفهمي علي، عجبتك هالبهدله؟ خير ان شاء الله، هو اللي تبادل. اذا عادوا مره ثانيه بدي خبر الشرطه. شوفي جمانة، إذا بدك تضلي ماشي بهالطريق فأقسم بالله بيكون هذا آخر يوم بيناتنا، لأنه مرة صفرة مثلك أنا ما بيشرفني إن تكون مرتي قدام العالم.